في واقعة مثيرة للدهشة تمكن 4 أطفال من النجاة في ظروف قاسية بعد أن تحطمت طائرة في كولومبيا كانوا على متنها، وأسفر ذلك عن مقتل 3 بالغين، إلا أن الصغار بين 13 و9 و4 أعوام وأصغرهم 11 شهرا نجوا من التحطيم بأعجوبة وتجولوا بمفردهم في الغابة لمدة 40 يوما قبل أن يعثر عليهم أحياء. وأعلنت كولومبيا العثور على الأطفال بعد تمشيط غابات مطيرة مع تلقي الأطفال العلاج في مستشفى عسكري بالعاصمة بوغوتا. واحتفل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بهذا النبأ ووصفهم بأنهم مثال للبقاء وتوقع أن ملحمتهم ستبقى في التاريخ. نتابع معا قصة ملحمة البقاء لهؤلاء الأطفال الأربعة.